والسلام على رسول الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. لقد تعرضت لاعتداء بالأمس على إثر خطبة الجمعة في هذا المسجد. أطلق على منزلي أكثر من 30 رصاصة. نعم، وأناشد سيادة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء إلى الكشف عن ملامسات الحادث في أسرع وقت. لا أتهم أحد، ممكن يكون في أيدي خفية في الموضوع، استغلت الأمر من هنا ومن هذا المنبر ومن نفس المكان. أناشد دولة رئيس الوزراء دكتور محمد شتية وسيادة الرئيس محمود عباس بإجراء اللازم، وإلا عائلة بركة في الوطن والمهجر فهي صابرة محتسبة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 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 ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.